ويسر الامور. الاصل من زاكوره ياك؟ لوار زازات. شحال ديال الوليدات عندك اخويا؟ ثلاثة ديال الوليدات. تقريبا شحال من عام وانت هنا في السطات؟ 11 سنة. الله يدير شي تاويل ديال الخير اشريف، الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من المدينة ديال السطات. من مآسي الحياة معنا السيد يعني مسلم والزوجة ديالو، واحتراما للمجموعة من الأمور خلينا الوليدات بعاد، خلينا الوليدات بعاد. 11 سنة هو في المدينة ديال السطات، 11 سنة هو في المدينة ديال السطات، الأصل من مدينة وارزازات. مسكين كاري غير واحد المحل بيت، حاول أنه يتواصل مع القناة ديال شوف تي في على أساس أننا نوصلوا الرساله ديالو. كنطلبوا انه يكون تعاطف مع هذه الحاله الانسانيه والاجتماعيه الجد جد مؤثره. تفضل الشيخ. السلام عليكم شوف تي في. مرحبا. ومرحبا الله يبارك فيكم كل التقنيين وكل شيء مغاربه كاملين. وسيدنا حتى هو محمد. محمد. أي الله يحفظك. محمد خويا أنت والزوجة ديالك والوليدات الله يخليهم. آمين أخويا. احكي لينا على المعاناة ديالك. أودي حكيات بزاف، عندنا بزاف إلا جينا نحكيو وحلنا والله إلا صافي تكرفصنا هاد العام بعدا. ما هاد كلشي اللي دوزنا في سطات شوية بعدا خدامين الرواش كاين. المهم عايشين وصافي ما عندناش. يعني غير معايشين. عايش عايش صافي ما عندناش زعما ما عندناش ما شكور هو ما كاين خدام وعايشي. وهذا الوليد ديال الكرا خويا محمد تقريبا شحال دابا كتسالك شي شهور ديال الكرا ما خلص؟ لا ما كتسنى والو اخويا حتى حاجه. دابا خلصت الشهر الاول ياس كنت عندو هاد الايامات يلاه الشهرات خلصتو، ولكن جات الشهر رجع عاوتاني قالت لي راه الشهر صافي راه كمل. شوف زعما فين تمشي راه باين بنادم الا قالك اذا ما خلصتوش انه الكرا. لا ما قالتها لي ولكن قالت لي صافي راه قريب الشهر. وعطيت لي واحد 3000 قالت لي تنحطها سيكور ما ربنا ما خلصتيش خصني نقطع عليك. خلصتي راه غنردها لي. هذه باقي حاطينها. خويا محمد ثلاثة ديال الوليدات عندك الله يخليهم لك العمر ديالهم اخويا. واحد راه عنده 13. 13 سنة. واحد راه عنده 9 والعشرة غادي العشرة. نعم. واحد عنده عامين واحد 3 شهور غادي اللي عنده. عامين. ويا خويا خلينا بلا قرايه راه مازال ما قارين ما والو دابا. يعني تحرم من الدراسه. وي ما عندناش باش غنشري الكورنيش باش غنمشي عند المدير قال لي تخلص واحد 3000 ولا 100 درهم ما عندناش اخويا ما عندنا الجد يكون عندنا الجد ما نخليش الولاد بدا يقرا. المدير غير 3000 ريال. ما عرفتش قال لي 3000 ولا 4000 انا ما سمعت 4000. باش تسجل الوليد. لا باش تخلص الصندوق. تخلص الواجبات ديالك. وما جبرتيش باش تخلص. غير الصندوق هذا خلي لك كونانش. خلي الكتوبه خلي لك عاد مصاريف عاد. اديني ومازال نسر لكم الامور. اخويا محمد بقى معايا غادي نهضر مع الزوجه اذا كان ممكن ولا تكلم غير انت. لا بحال اخويا هي حتى هي تكلم راه. الله ييسر لكم الامور. الله يرحم والديك اخويا. الله يرحم والديك اخويا كما قال لك. تفضلي اختي. كما قال لك اخويا كنا في سطات هنايا شحال هادي كان بريكوليو مع الناس. مهم طفت الخبز وصافي ما كانش شي طوش حتى 50 درهم في الليله ما عندناش. كان بريكوليو مع الناس كان خدم في ما بحال هكا بنادم كيعطيك شي حاجه قليله كنضربو تما انا وياه الاولاد ما خلينا فين دورناهم ما نكذبش عليك. مشينا الجديده مشينا لاكادير يعني مشي. كل مره والانسان كل مره فين كل مره فين مشينا الدراري ما قارينش مزيان حيت كنحولوهم كل مره كيتحولوا ظروف قاسحه ظروف قاسحه ظروف قاسحه. الوليد ما جابرش ما ياكل. اييه اخويا اييه انه كيجي كيقول لي خلص عنده السبعه عنده السبعه هذا العام ما دخلتهمش هذا السبعه هذا العام عنده السبعه ما دخلتوش واحد اخر عنده الثالثه ما دخلتوش على حسب الظروف ديالنا ما عندناش فهمتي. حاولتي اختي تواصلتي مع شي جمعيات؟ ما والله خويا ما عرفش من ندخل ولا من نخرج ما قاريه ما والو كيما شفتوني ما قاريه ما والو الراجل كيما حتى هوايا ما عرفنا فين ندخل ولا فين نخرج. كان بريكولي وصافي اما الدراري المعيشه ما وفرنا لهم حتى حاجه هما دابا خارجين
كلشي الدراري دابا في المدارس كنتلاقى مع اولاد الناس دابا كيحسوا بانه كيشوفوا لي انا ملي كنتلاقى مع الدراري داخلين ما قادرش انه يمشي للمدرسه ملي كنتلاقى مع الدراري دابا كيدخلوا للمدرسه انا كيتقطع عليا قلبي ملي كنعس في الليل كنتفكر فيهم والله اخويا ما كان والله العلي العظيم ما كنعش على حساب هاد التماره وهاد الظروف انا وصلت فيا لفان ما نكذبش عليك كاين الله اختي كاين الله كبير الله ينصر سيدنا ومازال الخير في المغاربه مازال الخير كاينين خوتنا المغاربه كاينين ولاد الناس كاينين الناس الناس اللي كيدير الخير اييه كاينين اخويا الله يرحم الوالدين الدنيا الله يرحم الوالدين اخويا الله سبحانه وتعالى كاينين اخويا الله ينصر سيدنا تنتم الله يعطيكم الخير الله يرحم الوالدين اللي دار معنا شويه ولا اختي باش كطالبوا نتوما دابا يعني حنا خويا كان وانا هذا راه بان ليا يعني سؤال غريب ما خصنيش نقولوا لكم خويا شحال كطالبوا يعني نتوما كتحكيوا على الظروف المأساوية ديالكم الظروف الدخل ديالي الحالات ديالكم واقع الحال ما كيخليش انه الانسان انه يتكلم خويا والله يعني العظيم بغيتو غير انه بغينا غير مازال بغينا غير الدراري ما حنا ضايعين انا وياه صافي وين هاد الاولاد حتى هما المستقبل ديالهم مساكنين ما قاريين ما كلاو مزيان ما عايشينش مزيان فهمتي كيما تودرنا ها حتى هما غيتودروا معانا السكنه والله ما عندناش السكنه ما عندناش اللي عندنا ما عندنا باش نخلصوا الكره ما عندناش باش نخلصوا انا كان هاني كنبريكولي كنجيب لهم الخضره من عندنا مره انه الانسان يمشي يعاون شي حد على حنا كنبريكولي ولكن اخويا الكره والدول ما راك عارف حتى مول الدار الله يحصل ليه العوان كيبغي الفلوس ديالو ما عنديش باش نعطيه يعني مادام كاري الا باغي يتخلص من الكرات ضروري 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 خويا ما عندي باش نخلص النداء اللي كتوجهوها بالقناه كنوجه النداء ديالي اللي بغى يدير فيا شي خير بشي سكنه ولا اللي جاب الله يتعاون يتحنف هاد الدراري عندي ثلاثه الاولاد يحنوا فيهم الله يخليهم لك الله يرحم ليك الوالدين حتى نتوما خويا بغينا اللي عاوننا بالسكنه اللي عاوننا بشي بركه اللي جاب الله ما كرهناش اللي عاوننا بشويه ولا بالكثر الله يرحم ليه الوالدين الله ينصر سيدنا كنوجهوا النداء ديالنا ليكم ولجميع المسلمين والملك والله ينصر سيدنا والملك ديالنا بغينا اللي عاوننا بشي حاجه راه حنا بقينا اون بان الله يدير شي تاويل خويا بقينا اون بان الله يرحم ليكم الوالدين والسلام عليكم وسمحوا لي محمد بغيتك تقول لي خويا شنو النداء اللي كتوجهو يعني من بعد النداء ديال الزوجه ديالك اللي هو راه نداء واحد حنا راه بحال الزوجه بحال الدنيا اللي بغى شي حاجه للولاد راه ما يتمكنش راه حنا كلشي رخوت الحمد لله المغاربه راه الله يرحم لكم الوالدين نتوما والله يزم سميتو الملك ديالنا يهرب علينا هاد المشاكل اللي كيكونوا في المغرب الله يبعد علينا داك الشيء ديال هادشي اللي كنتمنى الله يسر واللي بغى يعاوننا راه حنا كنشوفنا وكنشوف ندير التليفون اخويا اللي ممكن انهم يتواصلوا معك اييه كان التليفون هذيك اللي قال لكم هي ديالي 0 حتى ديالي اللي بغى 06 نعم 66 نعم 67 نعم 52 29 سي محمد عاود لي هذا الرقم الله يجازيك بخير 06 66 67 52 29 الله يدير لك شي تاويل ديال الخير امين اخويا الله يبارك مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر ماشي مشكل من خلال هذا البث المباشر من المدينه ديال سطات معنا السي محمد الزوجه ديالو اللي هما اصلا من المدينه ديال وارزازات 11 سنة وهما ساكنين في المدينة ديال سطات يعني حالة جد مؤثرة وكتستدعي تعاطف وكتستدعي التدخل السي محمد والزوجة ديالو ثلاثة الوليدات اللي كيعانيو من الهدر المدرسي مساكن ما بقاوش قادرين أنهم يقراو ما قادرينش الوالد ديالهم ما قادرش أنه يخلص 150 درهم باش يسجلهم في المدرسة مول الكرا يعني كيطالبهم باداء واجبات ديال الكرا وهما ما قادرينش يعني كيف ما قالت لي الزوجه ديالو حنا اون بان كنطلبوا من المغاربه داخل المغرب وخارج ارض المغرب انهم يتعاطفوا مع هذه الحاله الانسانيه الجد مؤثره راه واحد المنظر ديال الوليدات ثلاثه جالسين حداهم يعني راه ما يمكنش لك ان تصور الحاله ديال هاد الزوجين كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء في بث مباشر اخر